بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم هبة سعيد، برحب بكل المستمعين، بكل الطلاب والمتابعين والمشتركين، برحب بكل حد بيسمع دورة النسخة الأصلية، الدورة اللي بقدمها على قناة اليوتيوب. دورة النسخة الأصلية الهدف منها ان احنا من خلال شفاء لأنماط هنكتشفها جوانا وهنتعرف عليها، نقدر نوصل للنسخة بتاعتنا الحقيقية. هندخل مع بعض اللي ما وراء الكواليس، كواليس حياتنا. هنتعرف مع بعض على المحركات اللي بتحرك حياتنا وطريقتنا. اوقات كده بنحس ان في زي ايد خفية بتحرك الاحداث بتاعتنا، يعني زي مثلا لما تيجي تتصرف تصرف وتستغرب انت عملته ليه، او تيجي تختار اختيار بعدها تبقى مش عارف، مع انك وقتها كنت مختاره والموضوع حصل ببساطة، بس كأنه بيفوت وقت وتقعد مع نفسك تستغرب انا ليه عملت كده. يعني مش عاوز اسمي الحكاية انك بتندم، مش ندم، بس بتسأل نفسك، او بتيجي تفتكر نفسك من 5 سنين او 10 سنين او اكتر، فبتستغرب بعض المواقف او الاحداث. اكيد وقتها بيبقى وعينا مختلف عن اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، لان خبرات الحياة في حد ذاتها والمواقف هي اكبر معلم. ولكن ساعات كده بنحس ان في حاجة ورا الكواليس، في كأنه في يد خفية، في حاجة جوايا بتحصل بتخليني اتجه للاتجاه ده او اروح للتوجه ده. يمكن حاجة بتخليني اخدر مشاعري، او حاجة تخليني اندفاعية، او حاجة بتخليني بغضب، او اكبر مواضيع ممكن تبقى صغيرة وانا بكبرها، او مواضيع كبيرة محتاجة واجهها بس انا بهرب منها بتجنبها. المهم انه بشكل او باخر بيجي وقت عليا وبشعر ان في شيء محتاجة المسه جوايا عشان اعرف ايه اصل الحكاية. فمن خلال الدورة دي، دورة النسخة الاصلية، هنعرف ايه الحكاية وايه اللي موجود جوايا وانا ملمستوش، ولما واجهه ايه التغيرات اللي هقدر احصل عليها. من خلال الدورة دي هنتناقش وهنتكلم عن الجروح الخمسة. هي بتسمى الجروح الروحية الخمسة او تروما الطفل الداخلي. وعلى فكرة هي موجودة عندنا كلنا، يعني مش هقول موجودة عندنا في المنطقة بس، في المنطقة العربية، لا، هي موجودة عموما عند الإنسان. في مدرستين بيقولوا إن يا إما الجروح دي اتشكلت عندك أو التروما دي من وانت صغير في الطفولة يعني، أو في مدرسة تانية بتقول إن انت جاي بالجرح الروحي ده من حياة سابقة. وطبعا ليكوا حرية مطلقة ان انتوا يعني تصدقوا الكلام ده او ما تصدقهوش، انا بطرح وجهات النظر. ان انت جاي من حياة سابقة معاك الجرح ده وجاي في حياتك دي عشان تحله، يعني تحل العقدة اللي عندك دي. العقد دي او الجروح او ايا كان المسمى او الالام، هي دي بقى الايد الخفية اللي موجودة واللي عمالة بتلعب ورا الكواليس. كل حد فينا هيبقى عنده من جرحين لتلاتة، بس ممكن تبقى بنسب متفاوتة، يعني ممكن
يعني ممكن تبقى واخد حتة من كل جرح عندك، فتحس ان في عقدة بس ان شاء الله محلولة يعني وبسيطة. ودايما مجرد يعني ما بتحط ايدك على الألم او على الجرح خلاص كده، يعني 50% من عملية التشافي. الجروح الروحية الخمسة دول او التروما، الخمس ترومات دول اسمهم ايه؟ في جرح الترك او الفقد، وجرح الرفض، وجرح الظلم او عدم المساواة، وجرح الخيانة، وجرح الإذلال أو التحقير. الخمس جروح دول كل شخص فينا هيكون زي ما قلتلكوا عنده مشكلة مع جرحين فيهم أو تلاتة. هو طبعا مفيش حد عنده الخمس جروح، الكلام اللي بقوله ده وفقا للأبحاث اللي اتعملت النفسية، هو انه يعني كل شخص هيبقى عنده جرحين، من جرحين لتلاتة، لكن مش الخمسة. ربما ممكن يكون حد عنده الأربعة، يعني ممكن يكون حد عنده جرح الرفض بشكل خفيف، يعني واخد حتة منه، واخد حتة من جرح الترك أو التخلي، وعنده شوية من جرح الظلم أو جرح الخيانة. الجروح دي طبعا أنا هشرحها، يعني هشرح كل جرح بالتفصيل في تسجيل خاص بيه. التسجيل اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي ده مقدمة، فالمطلوب منك إيه؟ إن أنت هتسمع أو إن أنت هتسمعي كل جرح بمواصفاته بقى وتفاصيله، وبيعمل إيه، وبيشكل حياتنا إزاي، وبيخلينا نتصرف إزاي، وبيخلينا نلبس إزاي، ونشتغل إيه، يعني بيبقى مؤثر علينا جدا، وبيعمل لنا أقنعة عشان تحمينا وحاجات كده. فالمطلوب منك إن أنت هتسمع كل التسجيلات دي، ويفضل ان يبقى معاك دفتر او ورقة او قلم، وتشوف بشعورك واحساسك كده، او يعني ايه اكتر حاجة اخدتك، ايه الحاجة اللي حركت مشاعرك وانت بتسمعها، ايه مثلا المواصفات اللي لقيتها فيكي اكتر. من هنا هتعرفي ان انت يعني في ميل شوية نحو، مثلا ممكن يبقى نحو الظلم أو نحو الرفض، الحاجة اللي هتلاقي نفسك. بس ده طبعا أنا بقول بعد ما نسمع الخمس تسجيلات للشرح، بعد ما نسمعهم فهبدأ أحدد. وبيبان طبعا من أول تسجيل، مثلا في جرح الرفض ممكن تلاقي نفسك مايل ليه، بس ده مش معناه إن أنت ما تسمعش التسجيل اللي بعده واللي بعده. يفضل لو حاطت نية صادقة انك تعرف ذاتك كويس، وانك توصل للنسخة الاصلية، وانك تتخلص من الايادي الخفية اللي بتلعب في الكواليس، اللي احنا يعني عمالة بتحرك حياتنا ومش عارفين جاية منين. فلو فعلا حاطين نية صادقة لكده، يفضل ان احنا نسمع عن الخمس جروح. على فكرة انت مش بس هتكتشف فيهم حاجات عن نفسك، انت حتى هتفيدي غيرك، يعني المقربين ليكي، حتى انك ممكن لما ما باجي اقرا حاجه زي كده في كتاب او بسمعها، فممكن افتكر حد من صحباتي، اخواتي، قرايبي، حد كان حكى لي مشكله، فاقول ايه ده اتاري عنده مثلا جرح الظلم وهو مش عارف، فهقدر ان انا كمان افيد الناس اللي حواليا. لكن طبعا خلينا متفقين ان كل واحد عنده حريه اراده في انه يختار انه يعمل التشافي، ان هو يدور ويبحث. يعني مش معنى ان انا هلاقي حاجة تفيد غيري ان انا الح عليه، لأ، انا يعني برشد الشخص وخلاص، هو عليه يمشي الطريق. المهم ان انا لما ما بتيجوا تسمعوا الخمس جروح دول، فطبعا هتكتبي في الدفتر ايه اكتر حاجة لمستك وحسيتي ان هي شبهك شوية، وانك حسيتي كأني بتكلم عنك، او كأنك اللي بتسمعي الكلام اللي بتسمعيه هو عن نفسك. احيانا انا بقى بقرا كتاب واحس ان هو بيحكي عني انا، او بحس ان انا اللي كاتباه، ده كلام انا اللي كاتباه، كلام خاص بيا. فهي دي الفكره، ان انت او كلنا، كل حد بيسمعني، نحط النيه ان انا ابقى يعني متصله بمشاعري وبافكاري وانا بسمع، يعني ابقى متصله بقلبي. فنرجع للمقدمه او ازاي بتبدا الجروح دي. الجروح دي بتبدأ
لو هنتكلم عن المدرسة اللي بتقول ان هي بتتكون كتروما طفل داخلي، وده الأقرب لوعينا الجمعي يعني، وده اللي هتكلم عنه، فهي بتبدأ يمكن من وقت الطفولة. واحنا صغيرين بيبقى وعينا يعني، ممكن حد يقول لنا كلمة وانا كبير دلوقتي بحس انها عادية، لكن الطفل لأ، بيبقى مشاعره يعني بيبقى بيصدق كل حاجة. يعني لو قلت له هنخرج دلوقتي او احنا هنخرج وما قلتش هخرج امتى، فبيروح يلبس ويجي لك يقول لك يلا، فهو عنده حضور كده. فممكن تعمل معاه اي موقف، يعني يبقى هو يعني يعمل عنده زي ايه ألم، يبدأ بقى هنا يتشكل وعي الألم عنده، يزعل يغضب يتقمص كده ياخد جنب، فانت بتبقى شايف انك عملتش حاجة خطيرة يعني. فلو الطفل ده انا او انت اللي بتسمعني، فمن هنا بيتكون عندك تروما من الترومات دي. يعني لو هو بعقله فسرها انه ظلم، يحصل عنده التروما بتاعت الظلم. لو هو بعقله فسرها انك تخليت عنه، مثلا زي ما اهالينا ودونا اول يوم المدرسة، اول يوم حضانة، فودوني وسابوني علشان هيجوا ياخدوني في الوقت اللي هنروح فيه مثلا. فممكن البعض مثلا يفسرها انه دول سابوني ومشوا، ايه ده ممكن ما يرجعوش. طب فيفضل اول يوم ده قاعد عمال بيفكر لحسن ما يجوش ياخدوني. فممكن في بعضنا يعني، او اللي تشكل عندهم جرح الرفض او الترك، ممكن يبقى ده سببه، السبب ده اللي انت ممكن تبقى شايف ان هو ايه ده بسيط. طب ايه ده يعني، طب اعمل ايه، ده موضوع بسيط، فده ده سابوني. او مثلا الناس اللي كانت بتشتغل وسابوا الابن او الابنة عند الجد او الجدة او الجارة او مع المربية المساعدة او كده، فيتكون عنده جرح الترك، جرح الظلم مثلا. لما يبقى في عدم مساواة ما بين الطفلين، انا جبت لده لابني ده حاجة والتاني مثلا بياخدها، ايه ده لا دول ظلموني. ف علشان لو حد بيسمعني دلوقتي بيقول لي طب نعمل ايه مع ولادنا دلوقتي كمان، دي مش مع نفسنا وبس، وان احنا نبقى دايما في حوار دائم معاهم، دايما في حوار دائم، ودايما بنسألهم عن شعورهم واحتياجاتهم، يعني بتشعر بايه وايه احتياجاتك، يبقى في ثقة متبادلة، ونديهم امان يعني، نتكلم معاهم بتقدير، ما فيش حاجة اسمها لا ده عيل مش فاهم حاجة والكلام ده، لا يبقى في نوع من التقدير ما بيننا، مش ان انا ابقى شايفاه صغير لا. المهم طيب، فبتتشكل الجروح دي، الجروح دي اللي بيشكلها او اللي بيقعد يزرعها فينا ايه، الايجو. الايجو اللي هو بيبقى احنا لو حد قرا عن موضوع الطفل الداخلي، احنا مثلا من لحظة الولادة لغاية 5 أو 7 سنين الوعي بتاعنا بيور قوي، متصلين بالذات الإلهية. من بعدها بنبدأ ندخل في الوعي الجمعي، اللي هو بقى نزعل ونغضب ونتألم، وده حلو وده وحش، وأعمل حاجات عشان أعجب بابايا، وأعمل حاجات عشان ألفت انتباه اللي حواليا والمدرسين بتوعي. فببدأ أدخل في الوعي الجمعي. لما أول ما بدخل في الوعي الجمعي يبدأ يتشكل الإيجو. في ناس مننا الأولياء بتوعهم، سواء كان أب وأم أو أيا كان اللي كانوا بيربوهم، كانوا واعيين للفكرة دي، فكان في تبادل دايما في المشاعر وفي الاحتياجات وفي الكلام ده، وفي لأ. بس وده مش معناه إن أهالينا أو أوليائنا كانوا ناس غلط، لأ هم كانوا بيعاملونا بوعيهم هما، ما هم كمان اتربوا كده. فالمهم إنه بيبدأ يتشكل عندنا الإيجو. الإيجو ده هو اللي بيعمل لنا الجروح دي. الجروح دي كمان بيعمل لنا الإيجو إيه فوق الجرح، علشان الجروح دي قال إن هي ما تألمناش، ما نتألمش منها، يقوم عامل لنا أقنعة. الأقنعة دي دورها إنها تحمينا يعني، فيعمل لك الجرح ويعمل لك القناع، لا بص ومعاك كمان الحماية. فأنت مثلا في جرح الرفض هتلاقي القناع بتاعك هارب، أو ضحية أو جلاد. في جرح تاني مثلا الترك، تبقى فيه مثلا المتعلق المسيطر. ففي كل جرح ليه الأقنعة بتاعته، وهنتكلم عنها، بس ده تسجيل مقدمة.
الغرض من ان انت دايما تبقى بتكتشف نفسك ودايما بتعرفها وتفضل تهدم الاسوار والدروع عشان توصل للذات الحقيقية. لو في حد يعني بيسأل السؤال المعتاد بتاع ازاي اعرف رسالتي في الحياة، الرسالة الاسمى ليك هي انك تعرف قدرك الحقيقي، ذاتك الحقيقية. علشان او اول طريق او اول الخيط اللي بمسكه عشان اعرف ذاتي الحقيقية واعرف انا الحقيقي هي القبول. فكل حد فينا على حسب التجارب اللي تعرض لها فعنده يعني نظام معتقدات مختلف، يعني كلنا مختلفين في الافكار بس ممكن نبقى مشتركين في الجروح على فكرة. وده اكيد هتلاقي حتى اغلب الناس اللي انت بتنجذب ليهم هيكونوا عندهم نفس جروحك او جروح شبهها يعني او عكسها، فانتوا في انجذاب يعني. المهم او كله عنده نفس، عنده جروح ما تشفاش منها، تحس ان هم كلهم كده زي اللي حاسين بألم بعض. ايه اللي بيخلي فيه ألم اصلا؟ هي عدم القبول، ان انا مش متقبل التجربة زي ما هي. ايه اللي بيخلي، لو اتكلمنا في النقطة بتاعت المدرسة الروحية اللي بتقول ان انت جاي من حياة سابقة معاك الجرح ده، علشان انت قصتك اصلا في الحياة دي انك تشفيه. طيب ازاي؟ هي القبول اللي بيكون الجرح ده، ان احنا بيبقى مش قابلين، مش قابلة نمط معين، مش قابلة رد فعل معين، مش قابلة تصرف معين، مش قابلة التجربة، مش قابلة الحياة، مش قابلة الناس، مش قابلة البلد، مش قابلة الأوضاع. بتكلم عن دلوقتي، مش بس واحنا صغيرين، مش قابلة الموقف، يعني مش قابلة الطريقة. يعني أهلي حبوني الأب والأم، لكن أنا مش قابلة الطريقة اللي هما بيحبوني بيها، فبكبر ما عندي، ما فيش قبول، مش قابلة جسمي، فقاعدة بدور له لأي حجة فيتخن، فأقول اه لا ده تخين، لا فعلا انت ما ينفعش اقبلك، فيقل ينحف، اه بصوا لا مش هقبله. قاعدة بدور على أي حاجة عشان أبرر بيها عدم قبولي، في حين إن مشكلتي أو مشكلة الإنسان نفسه هي إنه مش قابل، مش متقبل. لما بنفضل نعيش تجربة عدم التقبل دي، بينتج عنها أو بيتولد منها إصدار الأحكام وتأنيب وغرور وتجاهل ويعني كلكعة كده. فإصدار أحكام، أفضل بقى بصدر أحكام عن نفسي، وبصدر أحكام عن الناس، وبصدر أحكام عن أبويا، وبصدر أحكام عن أمي، وعن مديري في العمل، وعن زمايلي، وعن شريكي، وعن زوجي، وعن خطيبي، وعن حبيبي، وعن الأوضاع الاقتصادية، وعن وعن وعن، وبفضل قاعد بطلق أحكام. فإطلاق الأحكام عمال بيغذي الإيجو، بيتضخم والجرح بيكبر والقناع عمال بيتجذر جوايا، لغاية ما الشخص بيحصل معاه مفارقة في حياته ويبدأ يعمل ستوب. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ فطبعا يعني يا رب يكون مع يعني كل حد بيسمعني يكون هو من نفسه اجتهد في ان هو عايز يعرف نفسه اكتر، واللي بيسمعني عشان حصل معاه المفارقة دي او وصل لمفترق طرق، فيحط نية السهولة والبساطة في انه كل حاجة ليها حل اصلا، والحل قدامك وجواك، بس انت اللي مش شايفه، مش شايفه لان في حيطان مبنية انت اللي بنيتها. يعني انا الجروح اللي كانت عندي او اللي عندي وانا مستمرة في التشافي فيها، انا اللي عملتها، والحيطان اللي منعاني من ان انا اعرف نفسي انا اللي بنيتها مش حد تاني. فاول حاجة في طريقة التشافي ان انا بأعلن مسؤوليتي الكاملة عن نفسي، ومسؤوليتي الكاملة ان زي ما انا اللي بنيت الحيطان دي وعملت كل الدروع دي، انا بايدي اللي هشيلها، يعني بقوة الله، يعني مش انا اللي هي الايجو، انا الحقيقية بقوة الله، بالروح اللي جوايا اللي انا متصلة بيها وبالارادة بتاعتي انا اللي هوزلها. يعني اسقاطاتي اللي بعملها على المجتمع وعلى العالم وعلى الدولة وعلى الحكومة وعلى البيئة وعلى وعلى، لا خلاص بعلن مسؤوليتي الكاملة عن
ما وصلت إليه الآن في حياتي، عن كل اللي وصلت له، اللي وصلت له ده بغض النظر عن مسمى إيه، من نجاحات ومن خيبات أمل، فكلها أنا، يعني كلها أنا المسؤولة عنها. المهم لما إحنا بنعرف الجروح اللي عندنا ديت، ساعتها قلبنا بقى بيطمن، بيطمئن قلبي، برتاح، بالي بيرتاح. ليه؟ يعني ممكن حد يسمعني يقول لي وانا ما اعرف الجرح بالي هيرتاح. ايوه هيرتاح، ما انت عرفت ايه المشكلة، عرفت ايه الحكاية. لانك هتبقى عرفت انت ليه كنت بتجذب لنفسك انماط متكررة، يعني في العلاقات مثلا، خلينا نحكي عن العلاقات. هتلاقي لو في حد بيسمعني في العلاقات العاطفية مثلا، ففي كل مرة بيتكرر معاه نفس الموقف، وقاعد بقى يقول لنفسه يا دي الخيبة، يا دي خيبة الأمل اللي أنا فيها. كل مرة بيحصل نفس الموقف، فتفضل أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ماشي يا سيدي، بتعمل إسقاطاتك على الآخر، على الشريك. لكن لما بيتكرر كتير قوي، لا فوق بقى، اعرف إن أنت المسؤول. يعني مش يعني أنت في الأول بيبقى الوعي بتاعنا على قده، فبقعد اقول في اول مره لا ده هو، لا 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 ده ما قدرنيش كفايه مثلا، او لا ده مش متفاهم، اصله عصبي، اصله مش عارفه ايه. تاني مره يتكرر علاقه تانية مثلا ونفس الصفات، بس الاسم اتغير ورقم البطاقه اتغير والشكل اتغير، بس نفس الصفات برضو. لو انت راجل تلاقي اول مره بتغير، عندها مشكلة انها غيارة مثلا او زنانة، بتلح بتطارد، لا تاني مرة خلصت العلاقة دي دخلت في علاقة تانية برضو هي نفس ال، يعني هو في ايه؟ اكيد انا فيها حاجة. فانا فيها حاجة دي مش بقولها بقى بطريقة ان انا احباط، لا قولها بطريقة اعلان المسؤولية. يبقى انا اللي عندي مشكلة، مش عايزين نقول عليها مشكلة، عندي في حاجة بتجذب ليا نوع معين من الناس، بتجذب ليا نوع معين من العلاقات. زي دلوقتي لو واحدة بتسمعني تقول لك دخلني، فقررت دخلت علاقة تانية بعد ما مثلا تجوزت، لو دخلت تانية، طب ما اجرب حظي تاني، تاني دخلني او عمل او اي موقف هي سميته خيانة مثلا، فتطلع هي اصلا عندها جرح الخيانه، هي اللي عندها جرح الخيانه، مش هو المشكله، مش فيه هو، مش هو، انت عندك جرح الخيانه، فانت بتجذبي لنفسك نوع معين من الرجال، بتجذبي لنفسك نوع معين من العلاقات. انت عندك جرح الرفض، فبتجذب لنفسك نمط معين من الحياه اصلا. انت عندك جرح الظلم، فعمال بتجلب لنفسك، انت ما اكتشفتش الجرح ده وما عملتش الهيلينج وكده، فعمال بتجذب لنفسك مواقف ظالمة ليك، هي فيها ظلم، انت اللي عندك جرح الظلم، مش هم، مش الناس اللي ظالمينك، مش الدولة ولا المجتمع ولا الشغل، ولا مش هم، انت عندك جرح اتشكل، كبرت وعمال يكبر معاك، كبرت وعمال يكبر معاك ويترسخ ويبقى بقى جزء من الهوية. فأول حاجة وأهم حاجة نعلن مسؤوليتنا، كل شخص يعلن مسؤوليته عن كل نقطة وصل ليها إلى الآن. مهما كنت بتسمعني أو بتسمعيني دلوقتي وكل حد يقول إيه، يعني ما أنتوا مش عارفين أنا شفت إيه، ما أنتوا مش عارفين أنا حصل إيه، ما تعرفوش اتجرحت قد إيه، ما تعرفوش اتظلمت قد إيه، اعلني مسؤوليتك وشوفي أنا المسؤولة، أنا مش الضحية. اطلعي من وعي الضحية، لأن هنحكي عن القناع بتاع الضحية. اعلني مسؤوليتك وانوي القبول، حطوا نية دلوقتي إن أنا بنوي القبول، أنوي إن أنا أتقبل نفسي، أتقبل الواقع بتاعي، أتقبل الماضي والحاضر والمستقبل. يعني إعلان المسؤولية والقبول والانفتاح بقى، خلي قلبك منفتح على ان انت الموضوع سهل، وان دايما بنقول ان احنا نروح نعالج السبب النتيجة تتغير. فانت طول الوقت
مش منتبه او متجاهل او عامل نفسك مش شايف السبب، فرايح قاعد بتدور عايز نفس النتيجة، مش عارف طب النتيجة تتغير ازاي، ما انت السبب لا عالجت ولا غيرت ولا زحزحت ولا فكفكت ولا عملت اي حاجة. فالسبب هو، لو حد بيسمعني عنده فشل في العلاقات او في المال او مشاكل في الصحة او في اي شيء في الحياة عموما، في حياته في تجربته، فعالج السبب. السبب هو ان في عندك جرح بشكل او باخر من الجروح دي. في دورة النسخة الاصلية او نسختك الاصلية هنتعرف على الخمس جروح، وهنتعرف على طريقة التشافي، وبعد ما هشرح كل جرح منهم وكل جرح هيبقى ليه طريقة تشافي نظرية هنكتبها، يعني هتعملها بالكتابة. ومحدش بيسمعني دلوقتي يجي بقى عند الشغل بقى يقول ايه لا او مكسل، وبعدين انت حر، انت حر، بعدين بكرة هترجع هتعمله. فخلينا نعمله دلوقتي بعد ما نستنى 5 6 7 10 سنين ونبقى محوشين خيبات امل اكتر. فانا بقول اعمله دلوقتي احسن علشان يبقى اللي جاي اجمل، واحنا كمان في بدايات جديدة، بداية سنة جديدة، والوعي الجامعي حاطط نوايا جديدة ومستبشرين خير دايما، احنا متعشمين في الله. فهشرح وبعدين هحط مثلا تمرين هنعمله على ورقة وقلم. ما تجيش بقى عند التمرين اللي فيه هنكتب ونخلع، عشان نخلع دي او نهرب دي جاية من جرح الرفض، فكل اللي هيخلعوا دول اللي هم اللي عندهم جرح الرفض. فطب ما تشفي جرحك وتواجه، اكتب ايه المشكلة، اقعد مع نفسك، بتهرب من نفسك ليه؟ يلا اقعد وحط نية السهولة والبساطة والاستمتاع في التطبيق. وبعد ما هخلص الخمس تسجيلات اللي هشرح فيهم هيبقى فيه تأمل، هستخدم بقى فيه الطاقة، لان كل لو محدش عارفني من اللي بيسمعني او لسه اول مرة تسمعني، انا مدربة ومعلمة بالطاقة الحيوية بأساليب وأساليب الشفاء الذاتي. فهعمل التأمل. التأمل ده يشمل بقى كل الجروح، بس طبعا انا بقول لكم انه لو حد برضو بيسمعني يقول لي طب انا هعمل التأمل على طول بعد ما اسمع، لا والله العظيم هيبقى اجمل قوي لما نكتب كده قبلها. انا لسه يعني مش هحط تمارين، يعني كتابات بسيطة، بس انت هتبقى محتاج فيها تدي اشارة حتى لعقلك الباطن انك بتعمل. لو انت منعت نفسك فالايجو، ما برضو انا عارفة ان الايجو ده رخم وهيبقى هيتخض بقى، ما هو متربي بقى، مربينه على ايدينا بقاله سنين فمش متعود، وهيقعد يخوف فيك. فيعني خلينا، انا دايما بقول ان التغيير للشجعان. الموضوع سهل وبسيط، وانا يعني عن تجربة شخصية، لما يعني من خلال التشافي النفسي والروحي واكتشاف في طريقة، ولسه مستمرة في اكتشاف الذات اكتر واكتشاف اللا محدود جوايا يعني. فلما مريت على المحطة دي بتاعت التروما الطفل الداخلي، يعني حسيت بسعادة وبارتياح جدا في كل حاجة. فاول حاجة هتحس بيها كمان مشاعرك هتختلف ونظرتك. ربما في الاول هنحس بضيق وده عادي، وهنحس ممكن ببكاء، ولو راجل اللي بيسمعني، الرجاله اللي بتسمعني، لو حسيت ببكاء ابكي، اصلا البكاء ده شفاء. بس وانت بتبكي حط نيه كانك بتعمل محاكاه مع الدموع، ان هي تعمل لك دي ميه فبتغسلك، لكن ما تقيش نفسك عايز تبكي فبتمنعها، لان احنا متبرمجين على انه العياط عيب للرجاله. لا، انت قاعد في حضرة ذاتك، فما تتكسفش منها ولا تتحرج، واطلع بقى من الاحكام. ولو انت سمعت وحسيت بضيق بعدها، اعرف لانك ما بكتش، منعت نفسك. الدموع دي عنصر مية، والمية بتعمل تنظيف. يعني خلينا نكون زي ما نكون، يعني زي ما نشعر، بلاش لما نشعر بحاجة نمنع نفسنا لا خلينا عادي، يعني خليني بسيطة مع نفسي. فأنا بدعو الله إن هي تكون
الدورة دي مفيدة ليكو، وإن هي تعمل نقلة في حياتنا جميعا كلنا للأفضل، ونشوف دايما النسخة الأفضل مننا. مش حبيبي الصدق بالاكاذيب، ولا اقولش للحمل الوديع يا ديب، ولا اقولش للديب يا اعز حبيب. والصدق مهما عز الازمه مش هتدس، والصدق مهما عز الأزمة مش هتقل. ساعات يكون كتم القديم، ساعات يكون كتم القديم أصلا، وأنا مهما أعرف أقول